السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع بيحول البرومت لفيديوهات، يعني انت شايف دي بصور، دي فيديوهات، حاجة بتتحرك معمولة من خلال الموقع اللي اسمه اليوما. احنا كنا شفناه زمان بس ما كانش فيه امكانية ان احنا نعمل مثال، لكن دلوقتي بقى اصبح مسموح ان انت تكتب برومت وتشوف الفيديو اللي هيطلع لك. تمام، ممكن حاليا بيقولك 120 ثانية، يعني تقريبا دقيقتين. هنا مثلا قال له انا عايز اشخاص بس راسهم بلالين، في فكرة فلسفية عميقة في الموضوع اهوت. فتخيل الصناعة هتختلف ازاي، صناعة السينما، يعني ممكن يكون مشهد بيكلف يعني مبالغ ضخمة، هو هيقدر ان هو يعمله في ثواني، مجرد ان هو يكتب البرومت اللي هو بيحلم بيه او اللي مكتوب في القصة يلاقيه ظهر قدامه. فهو بيقول لك انت ممكن ترفع صورة وهو يبدأ يعمل لك الصورة ديت، او ممكن تدي له تكست. تمام، مثلا young man play football. هنا هو مش بيعمل سيرش، هو بيبدأ يعمل لك صورة وبيبدأ يعمل صور تانية بحيث ان يبقى عندك فيديو في الاخر، او بيبدأ يعمل لك الكرييشن بتاعت الصورة. فعمل هنا فيديو اهوت. تمام، انا قلت له برضو اعمل لي واحد بيلعب شطرنج، فعمل اللي هو واحد بيلعب شطرنج، وعمل لي واحد بيلعب فوتبول. تمام، تخيل ان انت عملت فيديو كذا ثانية بدون اي مجهود خالص، يعني ممكن تعمل قصة، ممكن تعمل فيلم كامل من خلال ان انت تقدر تسأله بعض الحاجات وهو يبدأ يعمل لك الفيديوهات بتاعتك. فعلا قفزة في صناعة السينما. زمان عشان نعمل حاجة زي كده هتضطر تجيب ممثلين وتجيب مكان وترص الحاجة، قصص كتيرة جدا عشان تعرف تعمل اللقطة زي كده. ساعات لقطات مثلا واحد ممثل بيسترجع حاجة، في كل استرجاع بيضطروا يروحوا مكان ويحطوا أجهزة والحق الشمس بتغيب مني والحاجات دي كلها. دلوقتي خلاص، يعني عايز لقطة تعملها، عايز تحط صور شخص معين تقدر تقول له اعمل لي صورة شخص أو فيديو لشخص. فعملية خيال. أنا هبدأ أجرب بقى، لأن هو الآن وقت تسجيل الفيديو فاتح لي مجاني. تمام، فممكن بعد كده يقفلها، فخلينا اقعد اجرب اقول له طب تخيل شارلوك هولمز بيزور مصر، تخيل هركول بوارو وهكذا. بقى نبدا نعمل فيديوهات من خلال الذكاء الاصطناعي، طفره رهيبه جدا.